بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في المناقشة الثانية للاستدلال بالآية التي تقدم الكلام عنها بالأمس، بودي أن ألخص ما انتهينا إليه في مسألة حرمة الغناء. يمكن تلخيص ما تقدم في النقاط التالية: النقطة الأولى، ما هو الغناء لغة إخواني الأعزاء؟ وليكن في علم الإخوة أن هذه هي المسألة التي وقع الاختلاف الشديد فيها. بعض قال بأن الغناء كل صوت ممدود ممتد أعم من أن يكون مطربا أم لم يكن، أعم من أن يكون من إنس جميلا أو غير جميل. وهذا الذي أشرنا إليه، أن جملة من كلمات اللغويين تشير إلى هذه الحقيقة. أنا كتب اللغويين عادة ما موجودة عندي إلا قليل، كتابين ثلاثة، ولكنه لذا أنقل من هذا الكتاب وذاك الكتاب، وإلا كان ينبغي عادة أن ننقل الكلمات من أصل نفس الكتب. هذه منقولة في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، هذه الطبعة الحديثة، الجزء الأول، اللي هي لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، صفحة 291. هناك أشرنا بالأمس إلى بعض كلمات اللغويين، يقول: ومنها ما عن المصباح أن الغناء هو الصوت، المصباح المنير مادة غننة، وعن آخر أنه مد الصوت، وعن النهاية أنه تحسين الصوت وترقيقه، وعن النهاية أيضا أن كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العربي غناء. هذه الكلمات وأمثال هذه الكلمات تبين لنا أن الغناء عنوان عام يصدق على كل صوت، حسنا كان أو غير حسن، مطربا بالمعنى الاصطلاحي عندنا الذي يقولون الصوت المطرب محرمون، أو لم يكن مطربا بهذا المعنى. هذا هو البحث الأول. وجملة من الأعلام إنما اختلافهم في هذه المسألة، يعني في المراد من الغناء لغة. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة أنه إذا قلنا أن الغناء كل صوت حسن، خب لم يقل أحد من الفقهاء أن كل صوت حسن فهو ماذا؟ فهو محرم. إذن قد يكون من الغناء محلل، وقد يكون من الغناء ماذا؟ محرم. أما إذا صار المبنى أن الغناء لغة هو ذلك الصوت الخاص اللهوي الباطل، خب بطبيعة الحال بعد قراءة القرآن بصوت غير هذا الصوت، بعد غناء أو ليس بغناء؟ خب ليس بغناء. إذن هذه هي القضية الأولى. الإخوة إذا يريدون يحققون في مسألة الغناء، أولا محل النزاع فليحرروه أين؟ في البحث اللغوي، حتى بعد ذلك عندما يأتون إلى البحث الشرعي وحرمة الغناء شرعا، ليعرفوا أنه يصدق عليه الغناء لغة أو لا يصدق عليه الغناء لغة. ولذا نجد أن علما كالشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يشير إلى هذه القضية بشكل واضح وصريح، يقول المشكلة الأصلية وين موجودة؟ موجودة في هذه المسألة، وهي مسألة الغناء. خلي أنا أبينها في المقدمة. في هذا الجزء الأول
صفحة في صفحة 303 يقول: وبالجملة فنسبة الخلاف إليه، إلى من؟ إلى صاحب كفاية الأحكام اللي قال مقالة من؟ مقالة الفيض الكاشاني، أو هما في مقالة واحدة. يقول: فنسبة الخلاف إليه في معنى الغناء أولى من نسبة التفصيل إليه في الغناء. المشكلة وين؟ في أن الغناء معناه واسع، يشمل حتى التغني بالقرآن، فيقال غناء محلل، أو لا، الغناء لغة مختص بماذا؟ بهذا الصوت اللهوي الباطل. إذن قراءة القرآن بصوت حسن، هذا بعد يصدق عليه غناء أو لا يصدق عليه غناء؟ لا يصدق عليه غناء. إذن هذه هي. ولذا هو مصر، الشيخ الأنصاري مصر على أن الغناء مختص لغة، مختص بماذا؟ بهذا الصوت المخصوص اللهوي الباطل. إذن ما عداه بعد ماذا؟ بعد ليس بغناء، مو أنه غناء ولكنه ماذا؟ محلل. إذن مو المسألة تفصيل في معنى في 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 حكم الغناء، واحد يقول أن هذا الغناء محلل، آخر يقول أن هذا الغناء ماذا؟ محرم. المشكلة الأصلية أين؟ في معنى الغناء لغة. إذن هذه هي القضية الأولى، المحور الأول من البحث، اللي إذا إن شاء الله أردت أن تكتبوا فد رسالة في الغناء تعرفون أن المدخل، لأنه مع الأسف الشديد أن هذه القضية لم تحرر في كلمات الفقهاء، تجد بأنه يدخلون يخرجون، أنت ما تدري في النتيجة، هذول أكو اختلاف بيناتهم لو لا يوجد اختلاف، منشأ الاختلاف أو واحدة من محاور وعقد الاختلاف هي معنى المعنى اللغوي للغناء. ويكون في علم الإخوة في جملة من الأحيان في المسائل الفقهية المشكلة ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي، ذاك يتصور يصدق عليه، هذا يقول ماذا؟ لغة لا يصدق عليه. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني الذي وقفنا عنده هو أن الغناء، إخواني الأعزاء التفتوا لي جيدا، أن الغناء لغة أن الغناء من مقولة الصوت، يعني من الكيف المسموع، ولا علاقة له بالمادة، سواء كان بهذه المادة أم لم يكن ماذا؟ بهذه المادة. وهذه قضية أيضا تقريبا مورد الاتفاق بين المحققين في علم اللغة، وهو أن الغناء من مقولة ماذا؟ الصوت، لكن لا مطلق الصوت، وإنما الصوت على لحن خاص، على امتداد خاص، و و و إلى غير ذلك. ولذا مثال جيد يضرب الشيخ الأنصاري، يقول: لو من بعيد سمعت أحدا صوتا معينا وإن لم تلتفت إلى الألفاظ تقول ماذا؟ ها؟ تقول يغني، مع أنه يقول لو سألت ماذا يقول، يقول ماذا أدري ماذا يقول، ولكن أعلم أنه ماذا ده يغني. خب إذا كان الغناء متقوم بركنين كما يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه، مفروض أنه هذا غناء أو ليس بغناء ما لم يشخص المادة، مع أنه يصرح الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في أيضا في هذا الموضع، في لعله الجزء الأول، نعم في الجزء الأول، يقول: يقول فإنه لا ريب، في صفحة 307 من الجزء الأول، فإنه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات، هذا مرتبط بالموسيقى، أو ضرب آلات له، لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم ماذا؟ مواد الألفاظ. إذن مسألة الغناء مسألة مرتبطة بماذا؟ متقومة بركنين؟ الجواب كلا، متقومة بركن واحد أساسي، وهذا ما يؤكده علماء ماذا؟ علماء اللغة أيضا، أن الغناء من مقولة ماذا؟ ها؟
من مقولة الصوت لو الصوت واللافظ أي منهم؟ لا، من مقولة الصوت، ولكن لا مطلق أي صوت يقال عنه غناء، وإنما كما قالوا الصوت الممدود، الصوت الممتد، الصوت الذي فيه موالات، الصوت الذي فيه ترجيع، عبروا عنه ما شئتم. خب هسه هنا أنا فقط أنا أريد بتعبيرنا مولانا أضرب حاشية مختصرة، وإن شاء الله بحثه سيأتي. إذن الآيات التي تكلمت قالت واجتنبوا قول الزور، وقوله تعالى لهو الحديث يشتري لهو الحديث، هذه مرتبطة بالغناء لو ما مرتبطة بالغناء؟ لماذا؟ لأنه هذه مرتبطة بالقول، وإحنا حديثنا وين؟ بالصوت. وشنو علاقة هذه؟ نعم عندنا مشكلة واحدة، وهي أنه إذن ماذا نفعل بالروايات؟ هسه ذاك بحث آخر. الآن لو كنا نحن وهذه الآيات واقعا كنا نأتي إلى الآيات نقول واجتنبوا قول الزور، كل ما يرتبط بالزور سواء كان كذبا بهتانا غيبة شهادة زور، به الغناء لو ما به الغناء، ومنه الغناء أو ليس منه الغناء؟ وليس منه الغناء. هنا المشكلة، وهو أنه كيف أن الإمام سلام الله عليه طبق قول الزور على ماذا؟ على الغناء. وهذا محور أصلي لابد أن يلتفت إليه. أو لهو الحديث يشتري ماذا؟ كما في الآية المباركة من سورة لقمان الآية الثانية اللي رعناها، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الحديث مقولة اللفظ والمادة لو مقولة الهيئة والصوت؟ هو من الواضح يعني الحديث اللهو، يعني اللفظ أو الألفاظ الملهية اللطيفة، مو بمجرد أن تكون ألفاظ ملهية، خلي ذهنك، ألفاظ ملهية تضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله، هذا هو المحرم. وها شنو علاقته من قريب أو بعد؟ شنو علاقته بالغناء مولا؟ ولكن أيضا عندنا مشكلة، وهي أن الإمام سلام الله عليه ماذا؟ ها؟ ذكر من مصادق لهو الحديث، مو فسره، من مصادق لهو الحديث ذكر ماذا؟ ذكر الغناء. من هنا واقعا الفقهاء وقعوا في حيص بيص، المحققين الملتفتين ولا ما ملتفتين مولانا، خوب يعبرون هكذا، ولكن الملتفت خوب كيف هذه من مقولة، هذه من ماذا؟ من مقولة أخرى. كيف أن الإمام طبق مقولة على مقولة أخرى؟ هذه من مقولة الكيف، هذه من مقولة اللفظ والكلام، وكيف ينطبق أحدهما على الآخر؟ ولذا اضطر جملة من الأعلام أن يتكلف ما يشاء من التكلف حتى يفسر كلام منه، كلام الإمام. إلا أن نقول أن الإمام سلام الله عليه عندما يقول غناء مراده اصطلاح خاص في الغناء، مو المعنى ماذا؟ مو المعنى اللغوي. وهذا لم يثبت أن الإمام ده يستعمل الغناء بمعنى آخر غير المعنى اللغوي. طب هذا المحور الثاني اللي لابد أن يلتفت إليه. المحور الثالث إخواني اللي لابد أن يلتفت إليه أن الأدلة، هذه نتكلم الآن نقولها بنحو الفتوى، ها، أن الأدلة من الكتاب والسنة، إجماع ما له قيمة في المقام، لأنه حتى لو كان فهو مدركي واضح، أن الأدلة من الكتاب والسنة لم تحرم الغناء مطلقا إلا في صورة واحدة، وهو أن نقول أن المراد من الغناء لغة يعني ماذا؟ يعني الهيئة المخصوصة بأهل اللهو والفجور والفسق. إذا كان ذاك هو المعنى اللغوي نقول إذن الشارع حرم كل أقسام ماذا؟ كل أقسام الغناء، يعني كل ما كان لهويا ومنسجما مع مجالس الفسق والفجور. أما على إذا قلنا أعم من هذا لغة، بعد الشارع حرم كل أقسام الغناء أو لم يحرم؟ لم يحرم، حرم بعضه وأحل ماذا؟ وأحل بعضه. هذا أيضا ترجع إلى المحور الأول الذي أشرنا إليه. هسه الآن إحنا نتكلم على المبنى اللي إحنا اختارينا، وأن الغناء عام، إذن على هذا الأساس الشارع حرم كل أقسام الغناء أو قسم معين منه، قسم معين منه. خلي ذهنك يمي. المحور الرابع، أي شيء حرمه؟ ها؟ الجواب هنا بيت القصيد، وهو أننا نقول
أن القضية أهل البيت عندما حرموا الغناء كان بنظرهم مجالس ماذا؟ مجالس اللهو في زمن بني أمية وبني العباس، مو نخصصها بتلك ونقول ما كان من هذا القبيل، ما كان من هذا القبيل، يعني مجالس اللهو التي كانت ماذا؟ هذه مجالس النوم بعنوان بيان المصداق، مو أنه أساسا إذا لم يكن له مقارنات فليس ماذا؟ فليس بحرام. خلوا ذهنكم يمي إخواني، نحن نقول أن الصوت اللهوي المنسجم أو المختص بمجالس اللهو والفسوق في نفسه حرام، وجد معه هذه المقارنات أم لم يوجد معه هذه المقارنات؟ أصلا واحد مولانا خطيب يعجب مولانا يدندن ذلك الأسلوب اللهوي الباطل، حلال مع نفسه في البيت مولانا، يجوز أو لا يجوز؟ الجواز لا يجوز. ولكن لماذا بدنا نذكر هذا النين؟ نريد أن نشير إلى المصداق الواضح لها، نريد أن نقول هذا مصداق من مصادقها الواضحة، انظروا إلى تلك المجالس. وهنا يأتي البحث الذي تقدم وهو الدخول مدخلية الزمان والمكان في فهم ماذا؟ في فهم موضوع الحكم الشرعي. النقطة الأخيرة، المحور الأخير، وهو أن التشخيص أن هذا الصوت اللهوي منسجم مع مجالس اللهو والفجور والفسق وغيرها، تشخيصه موكول لمن؟ هذا موكول إلى العرف، كما في أي موضوع آخر من الموضوعات اللي تشخيص مصادقه موكول لمن؟ موكول إلى الأعراب. هذه هي المحاور الخمسة التي أشرنا إليها فيما سبق، وعلى هذا الأساس عندما ندخل إلى الأدلة سيتضح بأنه أساساً الأدلة هل تفيد حرمة الغناء أكثر من هذا الذي قلنا أو لا تفيد. جيد، هذه قضية. القضية الثانية اللي بيودي أيضاً أن أقف عندها لدقائق أو لفد مقدار من الوقت حتى نخرج من 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 وحشة الوحدة مولانا، البعض قد يتصور بأنه هذه مختصة وفقهاءنا ما قايلين هالشكل. أريد أستعرض لكم كلمات الشيخ الأنصاري في هذا المجال، أن نشوف الشيخ الأنصاري بيني وبين الله بعيد عما نقوله أو هو ده يقول نفس هذا الكلام أو أنه بعيد عما يقوله الفيض الكاشاني أو بعيد عما يقوله صاحب كفاية الأحكام. شيخ الأنصاري، ها شيخ الأنصاري، يعني من فقهائنا الأعلام المتأخرين. الآن نفس هذه المحاور الأربعة الخمسة اللي أنا أشرت إليها أحاول أن أقف عليها أين؟ في كلمات الشيخ الأنصاري. أما المحور الأول، الشيخ الأنصاري في المحور الأول يختلف معنا، يقول أساساً الغناء ليس كل صوت ممدود حسن أو غير حسن، بل ليس كل صوت ممدود حسن، بل المراد من الغناء لغة هو ماذا؟ هو هذا الغناء المحرم ماذا؟ شرعا، يعني الخاص بمجالس أهل الفسوق والفجور. في موردين، هذا المورد أنا فقط أشير إليه، الإخوة يراجعون في الجزء الأول صفحة 290، هذه عبارته، يقول: وظاهر هذه الأخبار بأسرها. طبعا عبارات من راح أقرأها بعض المحاور همات متداخلة، يعني هم البحث اللغوي هم أنه من مقولة الصوت وغير ذلك. وظاهر هذه الأخبار، الأخبار الدالة على الحرمة، حرمة الغناء، بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل، يعني الكيفية المخصوصة ماذا؟ من حيث كونه ماذا؟ لهوا وباطلا. التفتوا، مو المادة، ها ما لنا علاقة بالمادة، سواء هذه الكيفية قرأت بها القرآن لو قرأت بها القصيدة الكذائية اللي فيها ما فيها ما يفرق. هذه عندما يقول من حيث اللهو والباطل، هذه وصف الكيفية مو وصف ماذا؟ مو وصف المادة، يصرح بذلك بعد ذلك، يقول قرأت بها قرآنا أو قرأت بها ماذا؟ كلاما باطلا، ما يفرق، كلاما زورا لهو الحديث. فالغناء، التفتوا إلى العبارات،
فالغناء وهو من مقولة الكيفية للأصوات، لا علاقة ماذا؟ لا علاقة للمادة بالغناء. يعني هذه هيئة، نتكلم عن الهيئة إن صح التعبير، لا عن المادة. فالغناء وهي من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجيء، يصرح بهذا المعنى. إن كان غناء، يا غناء، الغناء اللغوي مفهومه اللغوي، إن كان مساويا للصوت اللهوي الباطل. إذن اللهوي الباطل قيد ماذا؟ قيد الأصوات، مو قيد الألفاظ والكلمات المادة. للصوت اللهوي والباطل كما هو الأقوى. إذن هو يعتقد أن الغناء لغة استعمل في ماذا؟ يعني وضع لأي شيء؟ وضع لكل صوت ممتد؟ يقول لا، لا، ليس لكل صوت ممتد حسن اللي أضيق. يقول لا، ليس هذا. إذن الغناء ماذا؟ يقول الغناء موضوع للصوت الممتد اللهوي ماذا؟ الباطل. وهذا يصرح به، ما أدري واضح صار؟ إذن من هنا بعد ما ينقسم عند الغناء إلى ماذا؟ ها؟ إلى محلل، ما إلى معنى، لأنه ذاك المحلل بعد ليس بغناء عنده، الغناء عند ماذا؟ ومن هنا يتصورون أن هذا قائل بالتفصيل، هذا غير قائل شنو؟ مع أنه هذا مرتبط بالتفصيل، يعني مرتبط بالحكم الشرعي، لا أبدا، وإنما الاختلاف إن صح التعبير اختلاف لغوي. هو يرى أن هذا الذي يقوله حلال أنا أسميه غناء، هو يقول ماذا؟ لغة ليس بغناء. وإن كان يتفق معي أن هذه الأصوات التي يقرأ بها القرآن إن لم تكن من الأصوات المختصة بمجالس الفسق والوجور هي ماذا؟ يجوز قراءة القرآن، يجوز قراءة الأذكار، ولكن لأنه لا يلتفت إلى هذه النكتة يقولون لا، أن الفيض الكاشاني قائل بالتفصيل في الغناء. ما أدري واضح، قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة هنا؟ وهذا ما يصرح به وقرأنا العبارة. قال كما هو الأقوى وسيجيء، عنده أنه الغناء ماذا؟ هذا. فهو يقول إذا كان الغناء لغة هذا معناه، فهو التفتوا جيدا، وإن كان أعم، افترضوا يجي واحد يقول بأنه المعنى اللغوي للغناء ماذا؟ أعم من الصوت اللهوي الباطل، إذن وجب تقييده في الشريعة. هو شكل بجزافة، لا نقول إذن كل غناء محرم، وجب تقييده بما كان من هذا العنوان، يعني كان صوتا بشرط ماذا؟ أن يكون لهويا باطل. هل سألتفت جيدا؟ كما أنه لو كان أخص، أصلا إجا واحد مولانا فسر الغناء لغة بمعنى أخص، يقول عند ذلك نقول الغناء الشرعي ما هو؟ أعم من المعنى اللغوي. كما أنه لو كان أخص وجب التعدي منه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو. إذن هذه اللهو باطل وكذا، كل قيود ماذا؟ قيود الصوت مو قيود مادة. وعلى الجملة وبالجملة، إذن مولانا أنت شو تقول من المحرم؟ يقول فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي. إذا كانت الألحان مختصة بمن؟ تذكرون بالأمس قسمنا الألحان والأصوات إلى ماذا؟ إلى ثلاثة، قلنا مشتركة ومختصة بهؤلاء ومختصة ماذا؟ بأولئك. يقول المحرم من الغناء أي صوت؟ الصوت المختص بأهل الفسوق والمعاصي. هسه الآن لو سألنا الفيض الكاشاني قلنا مولانا اضرب لنا مصداق، يقول هذه مصادق، انظروا إلى بني أمية، هذن أهل البيت ماذا يتكلمون؟ كل ما صدق عليه غناء فهو ماذا؟ فهو محرم. قال ورد النهي عن قراءة القرآن بها. هسه سواء كان مساويا للغناء أو أعم أو ماذا؟ أو أخص، مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو،
يعني الصوت اللهوي ماذا؟ الباطل. هذا في صفحة إخواني الأعزاء في صفحة 290 و291، وكذلك في صفحة 307 هذا المعنى موجود بشكل واضح. جيد، سؤال الآن بعد قرأنا العبارة، سؤال الشيخ الأنصاري بعد ماذا يعتقد؟ أي نوع من الأنواع محرم؟ واضح بأنه لا يعتقد بأنه كل ما صدق عليه الغناء ولو لم يكن مختصا بمجالس اللهو والفسوق فهو ماذا؟ فهو محرم. هذا المعنى يصرح به في صفحة 200 الجزء الأول 288، يقول وبالجملة فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به لهوا وباطلا فهو ماذا؟ فهو حرام. وهذا هو الغناء المحرم. الغناء المحرم ما هو؟ مو أنه مركب من عنصرين، من هيئة ومن ماذا؟ حتى إذا انتفى أحدهما ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم الشرعي. لا أبدا، المباشر، لأن هذا الذي استفدناه من كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه، قال الغناء المحرم مركب من عنصرين، الهيئة ماذا؟ والمادة. لا، ليس الأمر كذلك، المادة لها حساب آخر. ولذا قلنا في الأمس، قلنا بأنه هذه الهيئة المحرمة لو قرأ بها قرآن أساسا تكون الحرمة ماذا؟ مضاعفة، لأنه أساسا أولا الغناء محرم، وثانيا استهزاء بماذا؟ استهزاء بالقرآن. مو أنه أساسا إذا لم تكن المادة فحرمة غير موجودة، أساسا الغناء من مقولة ماذا؟ من مقولة الصوت. وبالجملة فكل صوت يعد في نفسه لهوا وباطلا فهو ماذا؟ فهو حرام. وكذلك تعالوا معنا إلى صفحة 296، وكيف ما كان فالمحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل الله، فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت للموسيقى وبالصوت في الآلة، فقد يكون بالصوت ماذا؟ المجرد من الآلة. هذا الصوت اللهوي خب مقياسه ما هو؟ يقول إذا كان مختصا بمجالس أهل الفسوق والمعاصي فكل صوت يكون لهوا بكيفيته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام، وإن فرض أنه ليس بغناء لغة. لو فرضنا أن المعنى اللغوي ما هو؟ ضيق أصلا، خاص جدا، يقول لا يهمنا، كان أعام كان أخاص، إحنا اللي عندنا من الغناء المحرم ما هو؟ هذا ميزانه. ما أدري واضح ولا بيد من تشخيصه. ها، أما إذا كانت من الألحان بعرف، أما إذا كانت من الألحان والأصوات كما أخوان الأعزاء في الآلات الموسيقية، إذا توفقنا في اليوم نبحث فيه، قل الآلات الموسيقية بعضها آلات مختصة بمجالس ماذا؟ الفسق والفسق، وبعضها آلات ماذا؟ هم تستعمل هنا وهم تستعمل ماذا؟ هنا. هاي الآلات المشتركة محرمة أو غير محرمة؟ لا، إذا استعملت هنا تكون محرمة، إذا استعملت هنا تكون ماذا؟ محللة بل مستحبة. يقول فهو حرام، وكل ما لا يعد لهوا. التفتوا إلى هاي العبارة، خلي ذهنك يمي حتى أنه بعد لا 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 لا, لا تقول بأنه هذا الرأي من ذهب إليه، التفتوا لي، وأنه الفيض الكاشاني منين جايب هذا الحكي؟ وكل ما لا يعد لهوا يعني من الأصوات، ها، فليس بحرام وإن فرض صدق الغناء عليه. يعني احنا عندنا غناء ما هو؟ ها، غناء إن فرض صدق الغناء عليه، هذا بعد تابع لماذا؟ تابع لمبناك في المعنى اللغوي، وإن كان هو بعدين يقول فرضا غير محقق. لماذا فرض غير محقق؟ لأنه هو عنده في المعنى اللغوي أنه الغناء هو ذاك مو معنى آخر.
لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا. هذه العناوين الموجودة في الآيات والروايات. هذا مورد إخوان الأعزاء 296 و97، وكذلك في 312 إخوان الأعزاء أيضا ممكن مراجعة البحث هذا بشكل واضح وصريح. هناك بعد يقول: والذي أظن أن ما ذكرناه في معنى الغناء المحرم من أنه الصوت اللهوي. الغناء المحرم ما هو؟ مطلق الصوت؟ لا، الصوت مع المادة؟ لا، وإنما ماذا؟ الصوت مختص بمجالس الفسق والفجور. أن هؤلاء، من هؤلاء؟ فيض الكاشاني وصاحب كفاية الأحكام وغيره. أن هؤلاء وغيرهم غير مخالفين فيه. هذول هم متين يقولون هسه بعض الأحيان ما قدروا العبارة كما ينبغي أن يوصلوها ماذا؟ إلينا. جيدا، تشخيص ذلك بيد من إخوان الأعزاء؟ تشخيص ذلك في صفحة 397، عبارته أيضا من الواضحات. يقول: ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف، أنه هذا اللحن مختص أو ليس ماذا؟ أو ليس بمختص، إلى العرف. والحاكم بتحققه هو الوجدان، حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو والمرقص ولحضور ما تستلذه القوى الشهوية. التفتوا جيدا، هذا بيان آخر لمجالس بني أمية. وشنه؟ مولانا آلات له رقص وحضور ما تستلذه القوى الشهوية، شراب من كون المغني جارية أو أمرد أو نحو ذلك إلى آخره. وهذا بدل ما هذن يذكر المواصفات، الفيض الكاشاني ماذا قال؟ قال: انظروا إلى مجالس بني أمية. الفرق كله في هالنقطة. ذاك ذكر المصداق، أنت تذكر العناوين ماذا؟ العناوين العامة. واللطيف أنه هو قدس الله نفسه ملتفت إلى هذه النقطة، يقول بأنه عندما نراجع كلمات الفيض الكاشاني نجد بلا تكلف ينطبق على ما قلنا، خلافا لجملة من هؤلاء المحشين يمنى ويسرى اللي ما أدش أسميه. دا أتكلم طرفنا منه، ها شيخ الأنصاري، ها هذا لا قاري فلسفة ولا عرفان ولا متأثر بالأجواء الصوفية والعرفانية حتى يتهمون مسكين منه. فيض الكاشا إي بلي، ذاك أخو في أجواء العرفاء، هذوم عرفاء أخو بعد وضعهم معلوم إلى من الحشية. وإلا هو قدس الله نفسه يقول، التفتوا لي جيد، هاي عباراتها بعد أن ينقلها بشكل واضح وصريح في صفحة 298، يقول: والمحكي من كلامه في الوافي أنه بعد حكاية الأخبار التي يأتي بعضها قال: الذي يظهر ينقل العبارة كاملة وبالجملة فلا يخفى. أقول كلام منه الشيخ الأنصاري، يريد يعلق على كلام من؟ الفيض الكاشاني. أقول: لولا استشهاده ليست بالتي يدخل عليها الرجال. هذا القيد اللي ذكره وقال بأنه معروف بني أمية وكذا، لأمكن بلا تكلف تطبيق كلامه على ما ذكر. هذا اللي احنا استفدناه من الأدلة. فيض الكاشاني يمجنه بلا تكلف، خلي ذهنك، ها مو أنه نحتاج إلى أن نتكلم، لا ظاهرها مو هالشكل، لا لا لا، يقول ظاهرها ماذا؟ يريد أن يشير إلى هذا، بلا تكلف تطبيق كلامه على ما ذكرناه من أن المحرم هو الصوت اللهوي الذي يناسبه اللعب بالملاهي والتكلم بالأباطيل ودخول الرجال على النساء لحظ السمع والبصر من شهوة الزنا دون مجرد الصوت الحسن الذي يذكر أمور الآخرة وينسي شهوات الدنيا.
إلا أن استشهاده بالرواية ليست بالتي يدخل عليها الرجال ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء. لا مولانا، بعد هذا ذكرنا أن هذا الذي ذكره إشارة إلى ماذا؟ إلى بيان المصداق، مو أنه يريد يفصل أنه في نفسه غير محرم، ولكن بمقارناته ماذا؟ محرم. واللطيف أن صاحب كفاية الأحكام بشكل واضح وصريح أشار إلى هذا المعنى. يقول كلام من؟ كلام صاحب كفاية الأحكام: حمل الأخبار المانعة على الفرد الشائع في ذلك الزمان، هذا اللي قلنا مدخلية الزمان والمكان. قال: والشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري وغيرهن في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلم بالباطل وإسماعهن الرجال. فحمل الفرد المعرف، التفتوا جيدا، حمل الفرد المعرف يعني الدال على ماذا؟ الدال على العموم، دال على الإطلاق، لأنه من مصادق الإطلاق. فحمل الفرد المعرف يعني لفظ الغناء على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيدين، يعني أن الزمان والمكان وإن كان إذا نظرنا إلى اللفظ ففيه ماذا؟ فيه إطلاق، ولكنه هذه الظروف الزمانية والمكانية ماذا تفعل لهذا الإطلاق؟ ها؟ أساسا ينعقد الإطلاق أو لا ينعقد؟ مو قلنا ينعقد وهذا مقيد، لأنه من مقدمات الحكمة أن لا يوجد ماذا؟ أن لا يوجد القيد، والمفروض أن هذا القيد موجود، ولكنه الزمان والمكان. هذا المعنى أيضا يشير إليه. وكذلك فيما يتعلق بكلام إلى أن آخر المطاف بعد أن ينقل كلام العلمين يعني فيض الكاشاني وصاحب كفاية الأحكام، يقول: نعم، بعض كلماتهما ظاهرة فيما نسب إليهما من التفصيل في الصوت اللهوي الذي ليس هو عند التأمل تفصيلاً، بل قولا بإطلاق جواز الغناء وأنه لا حرمة فيه أصلا، وإنما الحرام ما يقترن به من المحرمة. واقعا هذا احنا ما وجدنا أين. إذا هاي الكلمات للفيض الكاشاني وهذه الكلمات لكفاية الأحكام، هذه لا دلالة في أي واحدة منها أن الحرمة للمقارنات، وإلا الشيء حلال ماذا؟ حلال في نفسه. إذن اتضح أيضا المحاور الأصلية التي نحن قلناها. أيضا الشيخ الأنصاري ماذا؟ متفق معنا فيها. نعم أكو محور أو محورين وهو المعنى اللغوي وغير ذلك، هذا هو مورد الخلاف. بس جيد، إذا اتضح ذلك، إذا اتضح ذلك، تعالوا معنا إخواني الأعزاء إلى الآية التي قرأناها والآية الثانية. الآية الأولى ما هي؟ واجتنبوا قول الزور. قلنا لو كنا نحن والآية بلا روايات مفسرة لها لكنا نقول مرتبطة بالمقام أو غير مرتبطة بالمقام، ها؟ لا علاقة لها بالله. ولذا سيد الإمام قدس الله نفسه في المكاسب المحرمة يقول هذه تتحرم شنو؟ واي لطيف، لأنه يجد أكو إشكالية في هاي الآية، ما يقدر تنحل المشكلة. في صفحة 206 هاي عبارته، يقول: ومن جميع ما تقدم أن الآية تدل على حرمة الغناء فلان، وبإلغاء الخصوصية عرفا يستفاد منه حرمة الغناء مطلقا ولو لم يكن هناك لفظ. مضطر أنه يحرم الغناء بإلغاء ماذا؟ بإلغاء الخصوصية، مع أنه أنا لا أعلم. أولا أنت ثبت أن الآية في الغناء حتى بإلغاء الخصوصية ماذا؟ إلا أن تستند إلى ماذا؟ إلى الروايات، وإلا نفس الآية لا تدل على ماذا؟
وهذه هي من المناقشات الأصلية أو المناقشة الثانية التي ترد على الاستدلال بهذه الآية لحرمة ماذا؟ لحرمة الغناء. نعم يبقى، يعني بعبارة واضحة إخوان الأعزاء في جملة واحدة نريد نقول، هذه الآية تحرم الغناء لو ما تحرم الغناء؟ ها؟ ما تحرم الغناء. لماذا؟ لأن الغناء من مقولة الصوت، والآية تحرم ماذا؟ اللفظ، القول. وشنو علاقة أحدهما بالآخر؟ هذه تقول بل هذه على خلاف المطلوب أدل. لماذا؟ لأنه هذه تقول إذا قلنا أنها تشمل الغناء تريد تقول إحنا ما عندنا شغل بالهيئة، الهيئة محللة أو الهيئة شنو محرمة، إحنا دا ننظر إلى ماذا؟ إلى المادة، فإن كانت المادة قول زور فهو حرام، إن لم يكن قول زور حرام أو ليس بحرام، ليس بحرام، على خلاف المطلوب أدل هذه الآية. من هنا لابد أن نجد تفسيرا، هذا إن شاء الله الأسبوع القادم تفسير، أنه كيف نطبق هذه الآية على هذا على الغناء في المقام. وكذلك ما يتعلق بقوله تعالى في سورة لقمان، قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث. أولا لهو الحديث من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني ماذا؟ يعني الحديث اللهوي أو اللهو، مو شكل، مو هذا حديث لهوي، لأنه قد يكون لهوا ولا يكون، من قال كل لهو فهو شنو؟ ها؟ باطل. هو من الأمور التي تلهي ولكنها مقوية على ذكر الله، على طاعة الله. من قال كل لهو باطل؟ وقعها القاعدة بحثية بعد علمانا أنه كل لهو باطل، له قسم خاص من اللهو باطل، على أي لحوة؟ ليضل عن سبيل الله. هنا أيضا وردت عندنا مجموعة من الروايات، ومنها صحيحة السند ومنها موثقة، فسرت ماذا؟ فسرت لهو الحديث بالغناء. ولكن هنا الروايات بعد أوضح، قالت ومنه الغناء، ومنه الغناء بعد واضح في بيان ماذا؟ في بيان المصداق. هذه إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. يا رب خير المرسلين، سلم على نوح الأمين. يا رب خير المرسلين، سلم على نوح الأمين. والمصطفى والمرتضى غيث الورى ليث العري، والمصطفى والمرتضى غيث الورى ليث العري. والبضعة الطور التي باتت على القلب الحزين، باتت على القلب الحزين.